كتير منكم بيعرفوا هاي العلامة بتدل على إيش، ولكن جزء منكم بسيط بيعرف هاي العلامة بتدل على إيش. اليوم الأول من آذار. آذار هو شهر التوعية بأورام القولون. أورام القولون ما عمالها تاخد حقها بالتوعية عندنا في الأردن وفي الوطن العربي. الإشي اللي حابكم تعرفوه إنه صحيح إنه أورام الثدي عندنا أكثر الانتشار بشكل عام، ولكنه ثاني أكثر أورام انتشارا عندنا في الأردن بين النساء وبين الرجال هي أورام القولون. الحلو في هاي الأورام إنه ممكن منع حدوثها بعمل شغلات بسيطة جدا، ممكن الوقاية منها. عشان هيك بدنا إياكم تتابعونا بشهر آذار بحملتنا للتوعية بأورام القولون. بدنا إياكم كلكم تشاركونا تتفاعلوا معها. معلومة صغيرة وصلتها لمتابعينك أو أصدقائك على السوشيال ميديا، ممكن تقدر تحمي بني آدم، ممكن تقدر تنقذ حياته من هذا الورم اللي جزء منكم كتير ممكن بيعرف أخ أو قريب أو صديق صار معه هذا الورم، ولكن الإشي اللي لازم تعرفه إنه ممكن منع حدوثها، ممكن الوقاية منها. مرضانا الأعزاء اللي ربنا أنعمهم وشفاهم من هذا المرض، طلاب الطب، زملائنا الأعزاء اللي بيتابعونا، نرجوكم كلكم إنكم تساهموا معنا في هاي الحملة للتوعية بأورام القولون. أورام القولون اللي هي إشارتها أو الربن تبعتها زرقاء. فيوم الجمعة بشكل عام في العالم كله، احنا اليوم جمعة عندنا عطلة، بيكون بسموها دريس بلو داي، واحنا خلينا نسوي يوم الخميس اللي هو دريس بلو داي. وانا تحدي شخصي مني عشان اورجي دعمي لهذول المرضى، راح البس كل يوم جزء من ملابسي حيكون لونه ازرق بهدف نشر التوعية بهذا الورم اللي اجين ممكن الوقاية منه، ممكن منع حدوثه. ساهموا معنا في هاي الحملة، ودائما نتمنى السلامة للجميع.